إذا أفضل الشخص. أيوة. نعم. إن شاء الله يعني يوجد فرق. نعم. مختلفة في كل مكان. نعم. عندما دخلت للإسلام. أيوة. لازم. عرفت أن هناك فرق ضالة نسأل عافية. أيوة هكذا. نعم. لكن الحمد لله في مصر وجدت يعني عقيدة صحيحة. من يعلمك العقيدة الصحيحة؟ عقيدة من؟ عقيدة. أخذنا من هذا الكتاب يسمى عقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية ما شاء الله. عقيدة الطحاوية. ما شاء الله. ما شاء الله. درستها. درست هذا. الحمد لله. عقيدة الطحاوية حتى انتهاء الحمد لله. ووجدت يعني شيئا يعني جميل جدا. ما شاء الله. جميل جدا. والآن حتى إذا 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 إن كنت أدارس يعني في هذه الأماكن. نعم. مكاني. نعم. أدارس بالنسبة يعني عقيدة طحوية. ها الذي درست العقيدة الطحوية. أيوة. ما شاء الله. وكذلك بالنسبة لكتاب التوحيد. أيوة. أصول ثلاثة. أيوة. نعم. كذلك درسنا أصول ثلاثة. ما شاء الله. لكن في مدرسة آخر. في مدرسة أخرى. مدرسة. نعم. أندلس. ما شاء الله. وأيضا كتاب التوحيد. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. كيف وجدت كتاب التوحيد؟ هاي يوجد في كل مكان. اشتريته وذهبت إلى شيخ. نعم. وقلت له أريد أن صعير في هذا الكتاب. سبحان الله. والحمد لله من أولها إلى آخرها. ها درست كتاب التوحيد كامل. كتاب التوحيد كامل. ما شاء الله. وكذلك كتاب يعني أصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. وأبدأ. أوكي. و على هذا الكتاب يسمى عمدته كيف عمده تعرفه عمده الفقه. ايوه في الفقه في الفقه. ايوه. نعم. ايوه تمام. عمده. ايوه ما شاء الله. انت تدرس الان على عمده لكن على طريقه. ايوه لكن ما خلصت ما انتهيت. نعم. ما انتهيت. نعم. ما زلت يعني في طريق هذا. ما شاء الله. اذا الحمد لله عقيده كنت انا احب عقيده قوي. نعم. عقيده جميل. نعم. والحمد لله وجد الحمد. أسأل الله يثبتنا وإياك يا رب. آمين. آمين. على العقيدة الصحيحة. آمين. يا رب. جزاك الله خير. أيوة.